بنشاط كبير شرع هذا الفلاح في معالجة حقل القمح هذا المتواجد بإقليم بلدية جالما بعد أن خصصه في الموسم الماضي لإنتاج الفول والطماطم. نخدمه في القمح وكل عام نحاول نطوره في المساحة نكبروا فيها ونطبقوا في الدورة الزراعية. قطعة هذه كانت فوتة العلف وطماطم أسنادر لها قمح، الجهة الأخرى نديروا فيها حمص ونديروا دورة زراعية باش نحسنوا النوعية والمردودية. ربي يغيثنا بغيث نافع باش نستمر ويبقى ونجيبوا الإنتاج المردودية اللي معولين عليها إن شاء الله. هذا الفلاح وكثيرون أمثاله ساهموا بجهودهم المبذولة خلال حملة الحرث والبذر في زيادة المساحة المزروعة من الحبوب هذا الموسم بولاية جالما إلى 92 ألف هكتار. مقارنة بالموسم الفارط يعني، وهذا الموسم كان قفزة نوعية. السنة اللي فارط كانت المساحة المزروعة هي في حدود 89 ألف هكتار، هذا الموسم عرفت قفزة نوعية ب 3000 هكتار 92 ألف هكتار، وسنتوقع إن شاء الله أن تصل المساحة إلى 94 ألف هكتار. لابد من تضاف الجهود ونصل إن شاء الله إلى إنتاج كما وصلنا إليه الموسم الفارط اللي كان في حدود 1,300,000 قنطار، لما لا هذا الموسم نقارب 2 مليون قنطار لأنها ولاية تصخر بكل الإمكانيات. هو رهان تسعى المسارح الفلاحية والناشطون في شعبة الحبوب بجالما إلى كسبه للمساهمة في رفع الإنتاج الوطني والسير لتحقيق الأمن الغذائي.